10. شكرا لكم، بارك الله فيكم. نتواصل معكم مشاهدينا الكرام عبر صباح الشروق إلى التقرير التالي من جامعة الرباط الوطني. أنا كل سنة لما نجي في المحل ده بدعو الناس يا أخواننا لاستخدام الموقع الإلكتروني للجامعة، لأنه يعني مثلا في الموقع الإلكتروني للجامعة في صفحة اسمها صفحة الشؤون العلمية، كل ما يخص الشؤون العلمية هتلقاه قاعد في صفحة الشؤون العلمية. يعني اللائحة اللي أنا بتكلم عنها دي ذاتها موجودة في صفحة الشؤون العلمية في موقع جامعة الرباط الوطني www.ribat.edu.sd. الجامعة بتوفر القاعات، بتوفر المكتبات، بتوفر الأستاذ، بتوفر البيئة الطيبة للتعلم، الأسرة بتوفر لك سبل الراحة، ماشي جاي مصاريف، طالع نازل، فطور غدا عشاء. هذه الجامعة 20 عاما باستقبال الكوكب الجديدة من الطلاب، تعريفا لهم بهذه القيمة واستشعارا منا نحن بقيمتهم. وشعارنا في عمادة الطلاب أدبني ربي فأحسن تأديبي، وشعارنا شهادة الأخلاق قبل شهادة الأوراق، وما بين الشهادتين شهادة نتدرج بها سويا وهي شهادة الأذواق. فأنت في هذه الجامعة أخي الطالب الصقير ترتقي معرفيا وعلميا ووجدانيا. للإشارة لزملائنا الطلاب ممثلين في روابطهم الطلابية الذين كانوا لنا خير أخوة منذ نهار لنا بالجامعة في تكاتفهم مع تطلعات الجامعة بجميع إداراتها والدفاع عن حقوق الطلاب المشروع لإيصال الحقيقة إلى إدارات الجامعة. شكرنا موصول لكل من يبصرنا عن أي حالة تزيد في تحقيق التوازن العلمي بالشكل الذي يوصلنا إلى تحقيق ما ينبغي علينا تحقيقه بالإمكانات الممكنة. تستقبلكم جامعتكم بالود والتقدير لمسيرتكم، ونحن بعد أيام نحتفل بثورة ديسمبر المجيدة، ثورة الشباب والطلاب من أجل حياة كريمة، ولا أملك إلا الترحيب بكم في إحدى مؤسسات التعليم العالي الشامخة التي تعتز بكم وبانتمائكم لها. أنتم اليوم أبنائي الكرام تنظرون لمستقبلكم وتقفون على عتبة جديدة من عتاب البذل والعطاء، وفي كل سنة من سنوات تعليمكم الجامعي يجب أن يكون لكم فيها نقلة نحو التميز والتفوق،
تستقصون تجربتكم السابقة وتفحصونها لتسيروا قدما في طريق النجاح.